لو بتسمع عن أماكن كتير بس ما شفتهاش قبل كده ونفسك تشوفها، أو لو حابب تتمشى في كل شوارع مصر وتتعرف على كل معالمها وانت قاعد مكانك، خليك معايا. أنا أحمد ودي قناة شوارعنا. وده يا جماعة شرح بسيط على الخريطة علشان نقدر نفهم أكتر مسار حلقتنا النهاردة إن شاء الله هيكون ماشي إزاي. مبدئيا كده يا جماعة موجود هنا ميدان العتبة، وعايز اقولكوا ان الشارع اللي باللون الاخضر ده هو ده يعتبر درب البرابرة. درب البرابرة بيبدأ من شارع الجيش، شارع الجيش اللي باللون الابيض ده بيبدأ من هنا وبينتهي بالظبط في شارع بورسعيد اللي هو باللون الازرق ده، وشارع الجيش وشارع بورسعيد بيتقاطعوا مع بعض هنا في ميدان باب الشعرية. وحلقتنا النهاردة ان شاء الله هتبدأ من هنا، من الشارع اللي باللون الاحمر ده اللي هو شارع الازهر. هنبدأ من هنا تقريبا وهنمشي في اتجاه ميدان العتبة، ثم هنبدأ ندخل على شارع الجيش اللي هو باللون الأبيض، وهنمشي في درب البرابرة من أوله لحد ما نوصل لنهايته لشارع بورسعيد، وهنتكلم عنه وعن تاريخه. وهنمشي في شارع بورسعيد، ثم بعد كده هنبدأ نطلع كوبري بورسعيد اللي بيعدينا من فوق تقاطع شارع الأزهر، وهننزل على شارع بورسعيد وهنمشي في اتجاه ميدان باب الخلق، وهننهي الفيديو بالقرب من متحف الفن الإسلامي اللي موجود هنا وميدان باب الخلق. ويلا بينا بقى علشان كل الشرح اللي احنا شفناه على الخريطة ده نشوفه على أرض الواقع. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم طيبين وكويسين وبخير، ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد مع قناتنا وقناتكم قناه شوارعنا. وحلقتنا النهارده ان شاء الله هتكون من داخل درب البربره، ولكن في البدايه اتمنى انكم تعملوا لي لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نحقق هدفنا مع بعض وهو تخطيط كل شوارع مصر. وانا حابب اعرفكم مكاني، انا حاليا في شارع الازهر متجه الى ميدان العتبة. شارع الازهر يعتبر من اشهر الشوارع المتفرعة من ميدان العتبة، بيبدأ من ميدان العتبة اللي احنا داخلين عليه اهو، وبينتهي في الاتجاه المعاكس لينا، بينتهي بالظبط في شارع صلاح سالم، مرورا بقى بمعالم مهمة جدا جدا اشهرهم جامع الازهر وجامع الحسين. واحنا دلوقتي داخلين على ميدان العتبة. ميدان العتبة من اشهر وازحم ميادين القاهرة، بيتفرع منه شوارع كتير كلها مشهوره وكلها علامات، زي شارع عبد العزيز وشارع محمد علي وشارع البوسطه وشارع الازهر اللي انا ماشي فيه، بالاضافه لشارع الجيش اللي هو يعتبر موجود على ايدي اليمين، تمام، واللي احنا ان شاء الله هنحاول نخش فيه علشان نقدر نوصل لبدايه شارع درب البرابره. ولكن طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا بتكون زحمه هنا بشكل مستمر، زحمه ودوشه وصوت عالي، وانا هحاول بقدر الامكان اللي انا يعني اعدي بالموتوسيكل كده علشان نقدر ندخل يمين في شارع الجيش. طب يا جماعه احنا ايه ممكن نحاول يعني نعدي كده علشان نكسب وقت. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الدنيا عامله ازاي، وميدان العتبه يعني تقريبا كده مفيش حاجه ما بتتباعش في ميدان العتبه، اي حاجه بتتباع في ميدان العتبه. ولكن احنا نبدأ بقى ندخل اليمين اللي جاي ده اللي هو شارع الجيش. احنا هنا يا جماعة كده بالظبط في بداية شارع الجيش. شارع الجيش اول ما بندخله بنلاقي اول يمين فيه، وهو شارع من اشهر الشوارع برضو في العتبة، وهو شارع الموسكي. شايفين يا جماعة الشارع اللي في الوش ده؟ هو شارع الموسكي، وانا كنت مصوره قبل كده، والدخلة بتاعته يعني مش باينة، شوية صعبة شوية، زيها زي دخل الدرب البرابره برضو اللي هنشوفها. ولكن انا الموسكي كنت عملت له فيديو قبل كده ودخلت جوه بالموتوسيكل وصورت النص الاول من الشارع كله، وهوريكم، احاول انا بقدر المستطاع اوريكم الدخله بتاعته. ولكن الدنيا زحمه زي ما انتم شايفين. يا جماعه شايفين الدخله اللي هناك دي؟ هي دي دخله شارع الموسكي بين المبنيين دول اللي في الوش، هو يعتبر هنا شارع الموسكي. ولكن احنا بقى هنكمل النهارده علشان نشوف درب البرابره اللي بيتباع فيه، او يعني يعتبر سوق لمجموعه كبيره من المنتجات، يعني سوق للشمعدانات، التحف، النجف، الورود، مستلزمات المناسبات زي اعياد الميلاد، ومن اشهر الحاجات طبعا اللي هي مستلزمات السبوع. ولكن قبل ما بنبدا ندخل في درب البرابره او قبل الشارع نفسه، بنلاقي بقى مجموعه جميله جدا من النجف والحاجات اللي شكلها مودرن بتتباع هنا. احنا هنا يا جماعه في شارع الجيش، لكن بحاول كده ان انا افرجكم على شكل المنتجات اللي بتتباع.
اشكال جميله، وناس كتير طبعا بتيجي هنا علشان تشتري سواء بقى النجف او الانتيكات او التحف او الورود والكلام ده. هنشوفه برضو لما نبدا ندخل جوه في درب البرابره. وشارع الجيش اللي انا ماشي فيه ده يعتبر برضو بيبدا من ميدان العتبه وبينتهي في شارع او بينتهي في ميدان الجيش، وبيتقاطع مع شارع بورسعيد في ميدان باب الشعريه. طبعا بصوا شكل النجف جميل، وعايز اقول لكم بصوا لو بصينا جوه كده هنلاقي ان دي كلها دروب وازقه، كلها برضو متخصصه في بيع التحف والنجف. خلينا احنا مكملين في شارع الجيش، وعايز اقول لكم برضو للناس اللي حابين يجوا اقرب محطه مترو فعليا هنا للمكان اللي انا فيه او لدرب البرابره هي محطه مترو العتبه، ولكن انا لو هاجي هنا هاجي عن طريق محطه مترو باب الشعريه اللي هي موجوده قدام شويه، موجوده في شارع الجيش قدام شويه، قدام في الاتجاه ده، لان دايما محطه مترو العتبه بتكون زحمه جدا. عايز اقول لكم بصوا يا جماعه شكل التحف والنجف شكلها جميل جدا، وعايز اقول لكم ان اللي على اليمين ده هو ده درب البرابره، بيبدا من هنا وبينتهي بالظبط في شارع بور سعيد. نبدا نخش كده ونتفرج بقى على شكل المحلات جوه عامل ازاي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الدنيا زحمه جدا، وبرده زي ما حضراتكم شايفين حاجات السبوع اهي. درب البرابره طبعا يعني ليه تاريخ كبير وليه قصه كبيره، وهنحاول ان احنا نعرضها لحضراتكم ونقول لكم سبب التسميه، لان في اقاويل كتير جدا عن سبب التسميه. انا بحاول برده ان انا ماشي بقدر الامكان كده اللي انا ايه اوريكم شكل الشارع عامل ازاي والمحلات عن قرب، ويعني لو قدرت ان انا اهدي اكتر هعمل كده، او لو في مكان مناسب اقف فيه، ولكن حاول بقى ان انا يعني اعمل لكم فويس اوفر كده نتكلم فيه عن درب البرابره. يعتبر درب البرابره واحد من اقدم الشوارع التاريخيه في منطقه العتبه، ومن اشهر الاسواق الشعبيه في القاهره كلها، وتاريخ درب البرابره بيرجع لمئات السنين، وده لانه معروف بتنوع المنتجات اللي بتتباع فيه والناس بتجيله من كل محافظات مصر، وبيعتبر السوق ده مكان مثالي للعروسه اللي بتجهز بيتها او لاي حد بيدور على مستلزمات الاحتفالات باسعار مناسبه. ومن اشهر المنتجات اللي بتتباع في درب البرابره هي النجف، هنشوف هنا النجف بكل اشكاله ومختلف اسعاره، وبنلاقي كمان اشكال كتير من الشمعدانات واللي بتتنوع ما بين الكلاسيك والمودرن، وكمان موجود هنا تشكيله جميله جدا في مختلف المحلات من التحف. وبخلاف كل اللي ذكرناه موجود في درب البرابره جميع مستلزمات الاحتفالات زي زينه اعياد الميلاد، وكمان موجود بعض مستلزمات المولد النبوي زي العرايس سواء بقى كانت مصنوعه من الحلوى او البلاستيك، وموجود كمان الادوات المنزليه زي الاواني والمستلزمات المطبخيه اللي بتكون متوفره باسعار معقوله وجوده جيده. ولكن اشهر حاجه موجوده في درب البرابره هي مستلزمات وحلويات السبوع زي البونبون واللوز والشوكولاته اللي بتكون جزء من الاحتفال بالسبوع. يعني باختصار شديد درب البرابره مليان بمنتجات متنوعه بتناسب كل المناسبات، وده بيخلي درب البرابره مكان مميز للتسوق لاي احتفال او مناسبه. واحنا كده وضحنا اشهر المنتجات الموجوده في درب البرابره واتكلمنا عنه تجاريا، اما بقى تاريخيا ففي البدايه هنوضح لكم سبب التسميه. فاسم درب البرابره ليه كذا روايه، في ناس بتقول ان الاسم جاي من قبائل البربر اللي جم من المغرب مع الفاطميين وقت فتح مصر، وفي روايات تانية بتقول ان الاسم مرتبط بالعمال النوبيين اللي جم يشتغلوا في القاهرة في بداية القرن ال19. كمان في روايات بتقول ان اليهود واليونانيين كانوا متمركزين في الدرب ده وهم اللي دخلوا صناعة النجف والتحف، واقاويل تانية بتقول ان جماعة من البربر جت القاهرة للعمل كخدم للبشوات اثناء حكم محمد علي باشا، والمكان هنا كان قريب من القصور الرئاسية لحكام مصر زي قصر عابدين، وجماعة البربر دول أقاموا في المكان ده وتسمى الشارع باسمهم. ولكن في رواية أخيرة بتقول إن اسم البربر ارتبط بفرق الهجانة اللي كانوا بيركبوا الجمال، وكانت مهمتهم بتتلخص في تفريق المظاهرات خلال فترة الاحتلال البريطاني والحكم الملكي. فاختلفت الأقاويل بشدة عن سبب التسمية، ودرب البرابره شهد تغييرات كبيره جدا على مر السنين، وده كان بيعكس تطور القاهره نفسها. ففي البدايه درب البرابره كان مركز للتجاره والتنوع الثقافي، ففي القرن ال19 كان الشارع مليان بالتجار من مختلف الخلفيات الدينيه والثقافيه، والزباين كمان كانوا بيجوا من خلفيات دينيه واجتماعيه مختلفه. ثم بعد كده في القرن ال20 وخصوصا في فتره الثلاثينيات درب البرابره كان بيعج بالحياه والنشاط التجاري، وكان الشارع وقتها معروف ببيع السلع النسيجيه
الحرفيه والادوات المنزليه والمجوهرات. التنوع التجاري ده كان بيجذب الناس من كل انحاء القاهره والمحافظات علشان يتسوقوا فيه. اما بقى في الوقت الحالي ضرب البرابره مازال محتفظ بجزء كبير من طابعه التاريخي، وبالرغم من التغيرات الاقتصاديه وارتفاع الاسعار لكن السوق لسه بيجذب الناس اللي بيدوروا على منتجات مميزه باسعار معقوله. واحنا كده يا جماعه يعتبر خلاص خلصنا وخرجنا من ضرب البرابره، والشارع اللي في وشي حالا ده هو شارع بور سعيد. طبعا شارع بور سعيد من اشهر واكبر الشوارع، والشارع الصغير اللي على شمالي ده تمام هيودينا على او يعني اسمه شارع البندقه، ولكن خلينا مكملين. احنا كده يعتبر داخلين على شارع بور سعيد. الشارع اللي في وشي حالا هو شارع بور سعيد، وزي ما قلنا شارع بور سعيد من اكبر واشهر الشوارع في القاهره، ووقت من الاوقات كان يعتبر اطول شارع في القاهره، وشارع قديم وليه تاريخ كبير. ولكن احنا خلينا نمشي بقى كده يمين الاتجاه الاجباري بتاعنا، لان احنا يمين كده هنلاقي تقاطع شارع الازهر وكوبري بور سعيد اللي بيعدينا من فوق تقاطع شارع الازهر اللي هنطلعه ان شاء الله، واحنا كده في اتجاه ميدان باب الخلق. ثم بعد كده بقى يعني الاتجاه اللي انا ماشي بيه ده اخره خالص هنوصل ليه جامع السيده زينب، لكن الاتجاه التاني اللي هيودينا على ميدان باب الشعريه. وانا بحاول برضو بقدر الامكان اللي انا اوريكم شكل الشارع وان انا ممشيش بسرعه على قد ما اقدر تمام. وعايز اقول لكم ان هيجي قدام عند طلعه الكوبري، الكوبري في وشه اهو، في على اليمين بدايه شارع الموسكي، او يعني هو بصوا شارع الموسكي متقاطع مع بور سعيد، بيبدا من شارع الجيش الدخله اللي انا وريتها لكم وبينتهي هنا وبيكمل في الاتجاه الثاني كده جنب السنتر والجامع، ما بين السنتر والجامع ده شارع الموسكي. ولو مشينا في الاتجاه ده نوصل لميدان الحسين، نتقاطع مع شارع المعز ونوصل لميدان الحسين. وهي دي يا جماعه الدخله بتاعت شارع الموسكي، حاول ان انا اوريها لكم بشكل اوضح. هي دي الدخله هناك اهي، والكوبري اللي انا عليه ده بقى يعتبر بيعدينا. احنا ممكن ننزل من تحت الكوبري، في طريق للموتوسيكلات او للعربيات كمان من تحت الكوبري للناس اللي حابه توصل مباشره لجامع او عفوا لشارع الازهر، وهيخش يمين اجباري اتجاه ميدان العتبه. وفي على الشمال هنا هو جامع من الجوامع الاثريه الموجوده في القاهره، وهو جامع القاضي يحيى. والقاضي يحيى يعني ليه ثلاث جوامع مشهورين في القاهره، ده واحد منهم. والجامع ده يعتبر اتبنى في القرن ال15 يا جماعه، يعتبر يعني جامع اثري. واحنا هنا على الكوبري اهو، بص الكوبري اللي فوقيه ده اللي هو كوبري الازهر تمام، واحنا هنا على كوبري بورسعيد. بصوا يا جماعه شارع الازهر من تحت شكله عامل ازاي. شارع الازهر ده اللي احنا بدانا منه حلقتنا النهارده، بداناها من قدام شويه، والكوبري اللي فوقيه ده اللي قلنا كوبري الازهر. الكوبري الازهر بيبدا من ميدان الاوبرا وبينتهي عند جامع الازهر، او تحديدا كده عند الدخله بتاعه الغوريه، وده الاتجاه الثاني من شارع الازهر. لكن احنا بقى مكملين على طول وهنبدا ننزل على شارع بور سعيد، نكمل على شارع بور سعيد. عايز اقول لكم برده ان الجزء اللي على يميني ده حالا اللي هو يعتبر شارع المناصره، وكل الجزء اللي على اليمين ده بيقال عليه المناصره، وده جزء مخصص او يعني مشهور اكتر بتجاره الاساس، الاساس والاخشاب واوض النوم بقى والانترهات وكل الحاجات دي اللي انا افرجها لكم. واحنا كده يعتبر خلاص يعني داخلين بقى على ميدان باب الخلق ومتحف الفن الاسلامي على اليمين، مديريه امن القاهره القديمه على الشمال. ويعني يعتبر خلاص خلصنا حلقتنا النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نحقق هدفنا مع بعض وهو تخطيط كل شوارع مصر. ويعني حابب اشكر جدا كل الناس اللي بتحب وبتدعم قناه شوارعنا. وانا كده خلصت الحلقه النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي احنا قلناها، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ويعني استنوني بقى في فيديوهات تاني جايه كتير ان شاء الله، سواء فيديوهات مسجله او بث مباشر مع قناتنا وقناتكم قناه شوارعنا. ومع الف سلامه. Yeah.